ازيكم؟ الذكاء الصناعي عند الأبراج، عارف انت الناس اللي بتحب تعمل نفسها ذكية بالغصب وبالعافية ويحشر بقى، ويعني انت فاهم، يعني بيعتبر نفسه ان هو كده جفطك و يعني قبض عليك متلبسا بالأدلة وبالجرائم. في ناس كده يعني الموضوع ده عندهم هواية وغواية، عايشين حياتهم كلها يحشروا في البشر ويثبتوا ان البشر يعني فيك ومزيفين، ويقعد يدخل في خصوصياتك ويدخل انت بتنام امتى، انت بتصحى امتى، انت بتاكل كيف، بتشرب كيف، ليش. يعني حلو انك تنتقد، عادي، يحق ليك تنتقد، يحق ليك يعني تبدي رأيك او تقول رأيك، لكن مش بالطريقة ان انت تدخل جوه حياة كل انسان وتتصل عليه انت بتعمل ايه، بتسوي ايه وليه وكيف، او انك تطلق احكام على الاشخاص بعينهم، ان فلانة الفلانية دي فيها كده 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 كده، فلانة الفلانية دي بتعمل كده عشان كده. فعارف انت الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي ده موجود سبحان الله عند نسوان قمر العقرب وعند نسوان قمر العذراء، والعقرب والعذراء والحوت فيهم نفس الصفة دي. شوف كل الصفات الوسخة اللي في الأبراج لازم تلاقي فيها مشترك، العقرب العذراء الحوت، لازم تلف على الثلاثة دول، يعني دول سبحان الله يعني البلاعة بتاع الأبراج، ده الصرف الصحي بتاع الأبراج، فيهم الصفات اللي تحشرك واللي تبهدلك واللي يبتزك واللي يهبل فيك واللي يعملوا فيك عمايل يخلوك تتوب إلى الله. يعني ممكن تتوب إلى الله بسبب واحد من برج العذراء، ولا واحد من برج العقرب، ولا واحد من برج الحوت المستشرف اللي عامل نفسه شريفة روما، وكلنا احنا عارفين ان هم مش شريفة روما ولا حاجة. المهم انه الذكاء الصناعي بينقسم سبحان الله الى انه في شخص بيحاول يفسر الشيء بناء على استشهادات منطقية عقلانية. تلاقي دايما الكلمة المشهورة عند برج العذراء يقولك انا افهمك اكتر من نفسي، او اكتر من نفسك، انا اعرف احللك اكتر من نفسك، يعني يجيب تحليلات. انا ما اعرفش يجيب التحليلات دي من فين، او هو كيف عنده الوقت وكيف عنده المجهود وكيف عنده الفراغ انه يحلل كل حاجة بهذا الشكل. يعني انا كراجل بحلل فلك وبحلل شخصيات وخرايط، انا مطلوب مني، يعني دي مهنتي، انا مطلوب مني ان انا احلل بناء على استنتاجات منطقية عقلانية من صفات الكواكب والابراج والاتصالات، ده مطلوب، دي مهنتي، يعني مهنتي تستدعي هذا الموقف غصب عني، لازم اكون كده. لكن هو بقى بيبقى ماشي في الشارع مثلا، البت دي راكبه البتاع دي كده ورايحه عند فلانه وجايه من كده، واكيد رايحه كده وجايه كده وبتعمل كده، ذكاء اصطناعي بشكل مش مفهوم، بيطلع احكام وبيطلع افكار وبيطلع كلمات ويصدر تقارير اعلاميه غريبه عجيبه الشكل لا يمكن تفسيرها. فسبحان الله سواليفهم بيض دايما، يعني عمرك قعدت مع حد من العذراء، ولا حد من الحوت، ولا حد من العقرب، تلاقي سواليفهم كلها حمضان، يعني كلامهم حمضان كده، يعني تقعد تسمع كلامهم كلام ماسخ، كلام كده ما منوش فايدة، ما تعرف مفهمش بيجيب الكلام ده من فين، كلام مش مبلوع، يعني تفسيرات مش ما يعني مش دايما صح، او تفسيرات كده غريبة، يعني تفسيرات مش عارف هو بيجيبها من فين، ويستبق الاحداث بشكل يعني بشكل ملفت للنظر. يعني دي من ضمن دلالات الذكاء الاصطناعي عند الأبراج، ان هو بيستبق الشيء لدرجة ان هو يبهرك، واحيانا يحط تخمينات انا مش عارف هو جيب التخمينات دي من فين، ما هو مصدر الذكاء انا مش عارف، ما هو مصدر الفهم والتفسير مش عارف. يعني سبحان الله، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، مش كل حاجة تفسرها بقى يا عم الذكاء. فليغفر لنا الرب. وطبعا اوصيكم اخواتي في الاسلام وفي الايمان ان احنا يعني نشترك في الحملة مع بعضينا، احنا بنعمل ايه بقى؟ لمناهضة برج الحوت. احنا مش بنعمل مناهضة، احنا بنعمل حاجة اسمها اضطهاد، احنا بنضطهد برج الحوت، كل مكان يوجد في برج الحوت انا اضطهد البرج ده، خلاص احنا بنضطهده بس بنحبه، بس بنضطهده برضه، يعني هذا البرج يجب ان نضطهده حتى لا يتكاثر ولا يلقي علينا بمزيد من نظريات المؤامرة والنظريات الفانتازية الغريبة اللي بيجيبها. أكتر برج يتبنى نظريات المؤامرة والتفسيرات الغير منطقية والغير عقلانية والتي لا تستند على أي دليل هو برج الحوت، الذي يسهل إنك تعمل له غسيل دماغ. يكفي إن أسامة بن لادن بتاع فجروهم دمروهم كان من برج الحوت، وشكرا على كده كل سنة طيب، وأردوغان بتاع الإسلام السياسي من برج الحوت. فاغسل يدكم من الأبراج دي، يعني اسمع له، اشتري منه وارمي في البحر بس.